يا بجامة بجامة مم يا ممس ممس يا ممس أخير لقيت البنت اللي بحلم بيها هي والله لون عينيها وشعرها وضحكتها والله التليفون بتاعها هو كمان يا عم هو احنا ما وريناش غير الحلم بتاعك والبنت بتاعت الحلم وكفايه اول اللي حصلنا منك ومن ابوك امبارح يا عم انا بقالي ساعه عمال انسي المزه والعبها سوسته ومش راضيه تنسى ما تنسي بقى ده بشر بك اسود يا عم حقك عليا انت والسوسته هو فين بجامه يا بجامه يا بجامه مين اللي عايز بجامه على الصبح عيد اللي جابك يا عم عيد مش كفايه اللي ابوك عمله فينا امبارح يا عم حقك عليا يا عم والله العظيم لقيت البنت اللي بحلم بيها نادي الاحلام يا عم ميم الله يخرب بيت احلامك اللي هتودينا في 60 داهيه والله العظيم يا جدعان اشوفك بكره يا بجامه اه ماشي بس اوعى الفوطه تقع منك وراحتك بقى عشان السطح ده متراقب مين البنت المفوطه مالكش دعوه عيد ده شغل ما تدخلش نفسك في حاجه قول لي ايه مشاكلك يا عم واحنا نحلها لك يا عم والله انا مشكلتي كبيره قوي مشكله ايه دي يا عم انا لقيت التليفون ده ولا عيد التليفون ده مصدره ايه ما انا جاي اقول لك ده التليفون بتاع البنت اللي بحلم بيها سند ايه ده بيرن الو الو اوعى تقفل ارجوك انا ممكن اديلك اي فلوس بس تديني شريحه التليفون دي عليها نمر مهمه جدا هو انت حضرتك صاحب التليفون ايوه انا قول لها انت فينك من زمان انت فينك من زمان في ايه واضح انه مش لوحده مش مهم المهم ان هو راضي حضرتك سامعني بقولك انا ممكن اديلك اي مكافاه مقابل امانتك مكافاه ده انا مستني اللحظه دي من زمان يا ستي ده مالي ده في ايه بيكلم الناس اللي جنبه الو حضرتك سامعني والله ما سامع غيرك واضح ان حضرتك بني ادم مهذب ومحترم الله يخليك يا رب تقول لي انا مهذب ومحترم بص هلا بص بص ايه صوت وش يا عم قلت له وش يا عم اه سلام قالت لك وش تبقى غمزت قول لها انت اسمك ايه هو انت اسمك ايه اسمي نهى ده شكله بيروح وانا عيد سعيد رمضان اسمه عيد سعيد رمضان استاذ عيد ممكن تطلع لي نمره من على التليفون نمره اشرف محروس بس كده ثانيه واحده حد بيفهم في البتاع ده اه ليه عايز رقم واحد اسمه اشرف محروس اشرف محروس بتاع امبابه قول لها عايزاه ليه انت مالك يا بني ادم خد يلا قول هنا قول هنا 010 010 50 50 10 عشرة عشرة أربعة وخمسين أربعة وخمسين أربعة وخمسين طب أنا ملاك الجيزة أيوة يا أستاذ عيد متشكرة قوي استنى مني بقى تليفون تاني عشان أقولك هنتقابل إزاي عشان تديني الموبايل مرسي يا جميل باي ده ماله ده مالك صلى على النبي صلى على النبي عيد أنت فطرت يابا ولا إيه ولا عيد ولا ديمتري ما بسكر الأستاذ بسرعة بتقول لي يا جميل بتقول لي يا جميل بتقولك إيه بتقول لي يا جميل ما انا قلت لك بحبك هتعمل فينا ايه